عسلامة ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديدة. فيديو اليوم هي بارتو من الأكل متاع التيك توك. الحقيقة أنا فما تركيبات قاعدة نشوفها على اليوتيوب مانيش فاهمة ومانيش مصدقة اللي هذوكم فما ناس قاعدة تاكل في ماكلة كيما هكاكا ياكلولك في فلفل مع جبن مع تشيبس مع نعرف شنيا. اي لو بيغ كو كل واحد كلا الأكلة هذيا يقول لك ملا بنا والناس الكل عجبتهم. دونك هذاك عايش اليوم فيديو متاعنا باش نجربوا الاكلات الخضع على التيك توك كالعاده بارت. اذا كان انت عجبك الفيديو متاعي ماذا بيا كان تشجعني بضغط اللايك سبسكرايب اند هذيك النقوز هذيك حاسيلو ماذا بيا كان تزعل لي باش كل مره انا هبط حاجه جديده توصلكم انتوما اول باول. نبداو الخلطة الأولى متاعنا. أكثر حاجة ريتها هي الفلفل مع الكريم تشيز، حاجة الحقيقة ما دخلتش المخي. هما يستعملوها الحقيقة بالتاكيز وإلا بالتشيتوس I think اسمه. هو شيبس حار برشا 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 موجود في أمريكا، أما الحقيقة في تونس ما عنيش منه بالكل، معناها مستحيل يجينا وما عنيش منه. هذاك علاش زادا أنا جست استعملت احر شيبس موجود عندنا في تونس دونك اللي هو ماد كورنز هوت تشيلي. دونك انا جربت هذايا اوسي بيان. هما الحقيقه في الخلطه هذه نتاعهم يستعملوا فيلادلفيا something like that، اما الحقيقه الكريم تشيز هذيك ماهيش موجود عندنا في تونس، جمله مقطوعه بالكل خاطر هذول زاد هي فروم امريكا واحنا ما تعملوش برشا مع امريكا اي ثينك سو باش نستعملو كريم تشيز نتاعنا هذيا. الحقيقة انا ريت العباد الكل يجربو فيها مع الفلفل الحار هذيا، اما انا زيدا باش نجربها بمرتي الفلفل الحار هذا والفلفل الحار هذا خاطر تشيتوس ما عنديش ديكو الحرورية نتاع تشيتوس ما فهميش. دونك باش نجربها بهذوما زوز وان شاء الله تعجبني كما هي قاعدة تعجب في العباد الكل. ريحة الحرورية ضربتني. او ماي جاد باش نموت. نظفو الفلفل بالكدي كيما تشوفو، نظفوه بالكدي. ناخدو الكريم تشيز متاعنا نخلو الكريم تشيز نتاعنا ومغرفة so like that and we put it حطوها في الفلفل. الشيبس نتاعنا is like that. Okay, it's not really like ماهوش كيما تشيتوس but it's okay. So we put like that. اوكي بسم الله بسم الله. علاش عم في روحي هكا هنا بسم الله. It's really so good. حتى بلاش تشيتوس but it's really so good. مش عاملة هيك مرة أخرى. ما تحسش بالحرورية الجملة، يعني ما تحسش لي هي فما حاجة حارة، تحس لك فما مزيج بين الحاجات.
Oh my god, it's so good. It's so good. Really, it's so good. Please. اما نجربوها هذه. فما حرورية وحارة شوية اما الحقيقة ياسر 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 بنينة. جربوها وقولوا لي اش رايكم. حارة حارة. باش نجرب هذه توا. Okay, is that ready? So, 1, 2, 3. Really? It's so good. It's so good. يعني ما عارفش كيفاش نغزلكم بالرسمي طلعوا ماهمش يكذبوا والله خاطر كان جات معناها حاجه ما تكلش معناها واحد جايك ما يكرهيش اما يقعد شي ياكل ويعاود فيها فيها مزيج بين الشيبس والحار والجبن ما تفهم حتى شي حاجه له حاجه ماكش فاهمها هكا الحب ولا تحس روحك داخل في حاجه ماكش فاهمها ما عجبتك وتحب تكمل تقييم الأكلة هذه من 10 it's 9 for 10 حقيقة نعطيها 9 من 10 الأكلة بعدها اللي هي كما قاعدين نشوف في الفيديو اللي هي شو اسمها fresh cheesecake so ناخذ كعبة الفخاز ونقعروها Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Turns to sun rays and I... من لبنة اما نجربوها والله تحس روحك تاكل في تشيز كيك بالفريز بعد ناخذ كعبة اخرى خاطرها ياسر بنينة اما نجربوها وقولوا لي Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Cheers.
Oh, so good. تحس كأني فات تحسها باردة، يعني طعم حاجة باردة طعم حاجة سخونة. وينتون انا اول مرة نشرب ايس كوفي، اول مرة في حياتي. So good.